الجيش يطارد عناصر التنظيم في أبيان، العدو القديم والعملية الجديدة. هذه ببساطة حكاية محافظة أبيان مع تنظيم القاعدة التي ما إن تتلاشى أخبارها حتى تعود إلى الواجهة مجدداً. تقول الأخبار الواردة من أبيان إن الجيش الوطني الذي يقدر قوامه بثلاثة ألوية عسكرية مدربة ومدعومة بقوات التحالف العربي ينفذ عملية عسكرية واسعة ضد التنظيم الإرهابي. بدأت العملية منذ ساعات الفجر الأولى في ضواحي محافظة أبيان على مشارف منطقة الكود ووادي دوفس ومنطقة الحرور، وهي البوابة التي تستخدمها القوات القادمة من شمال عدن بحوالي 60 كيلومتراً كمنفذ رئيسي لشن العمليات والدفع بالمئات من أفراد المقاومة المساندين لقوات الجيش أيضاً ممن خاضوا قتالاً شرساً مع عناصر التنظيم الإرهابي وسقط خلالها قتلى وجرحى من الطرفين. كثفت القوات العسكرية قصفها ضد معاقل التنظيم التي تتمركز فيها العناصر حتى وصلت مدينة زنجبار، وما إن شارفت ساعات النهار على المنتصف حتى تأكدت الأخبار أن القوات أحرزت تقدما ملحوظا انتهى بالسيطرة على مبنى المحافظة. مراسل بلقيس نقل عن شهود عيان أن انتحاريا أقدم على تفجير نفسه في بوابة مبنى المحافظة لكنه لم يخلف أي ضحايا، بينما تضاربت معلومات حول إصابة امرأتين ورجل في غارة جوية استهدفت سيارة اشتبهوا بها في الطريق الرابط بين زنجبار ومنطقة الكود. كما أكد مراسلنا عن مصادر عسكرية أن العملية تهدف إلى تخليص مدينتي زنجبار وجعار أكبر مدن المحافظة من قبضة التنظيم الإرهابي، مشيرا إلى أن العملية المسنودة من قوات التحالف العربي ستتم باقتحام المدينتين من ثلاث محاور بهدف إطباق الخناق على المسلحين والقضاء عليهم نهائياً. إذن محنة أبيان مع القاعدة لم تنتهي بعد، وهو ما يجعل من العمليات تتنوع وترتفع وتيرتها بين فترة وأخرى، لتأتي العملية الأخيرة على غرار سابقتها التي انطلقت قبل أشهر لكنها توقفت في ظل الحديث عن نجاح وساطة قبلية بين التنظيم والجيش قضى بمغادرة عناصر التنظيم مدينتي زنجبار وجعار. لكن الوساطة لم تحرز أي تقدم على الأرض حينذاك، وهو ما استدعى طائرات التحالف إلى شن غارات عدة استهدفت مواقع للقاعدة في مدينتي زنجبار وشقر الساحليتين.